السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناتكم العيادي وقناة فوتوغراف العيادي. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نديرو فيه وياكم جولة بمغرث أخيام بعد التساقطات المطرية الأخيرة. اليوم فاش كيتصور الفيديو هذا، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024. هذه هي الطريق اللي جاية من جهة عقدال، وهذه الطريق اللي غادا لجهة تلمي ومسمرير إقليم تينغير. هنا هذه هي يعني البلاكه اللي كتديك لمغرض اخيام، كدوز من هذا لابيست هذه وسير غادي مع ديك لابيست، كتمشي تقريبا واحد ما كاملاش 6 كيلومتر ما كاملاش، كتحط الطوموبيل ديالك والدبه ديالك والسياره ديالك تما وكتكمل على رجليك. وانت في طريقك المغاره غادي تشوف هذه البركه، هذه تشوف هذا الواد ما شاء الله، اللهم بارك. ناخذ شي مويه بعدا باش نصوبوا للجميله ونتوضاو ونعمروا شي دكه. آه ما شاء الله، اللهم بارك. ايوا شتي الان كما كتشوفوا غادي نبغيو نصبوا الجميله ديالنا ونخليوها من بعد ان شاء الله تطيب على راحتها، ونكملوا طريقنا للمغاره عاد نرجعوا نتغداو وعاد نكملوا الطريق ان شاء الله. اللهم بارك. قرب صافي بارك. انا كيما شفتوا الخضيره ديالنا مع البنيه، انا غسلتها بعدا. راه ما كاينش بروتوكول هنا، انا البروتوكول الاول هي كبير. نغسلوا البنيه ديالنا، نغسلوا الخضره ديالنا، نجمعوا كل شيء دقه واحده نخليوها يطيب على خاطرو. يلا بسم الله وعلى بركة الله. كنديرو شوية ديال الزيت، أنا ماشي طباخ، ماشي مهمة ديالي الطبخ، ماشي مهمة ديالي، فقط غير راكم عارفين وصافي. الزفرية راكم عارفين الزفرية، المهم الطريقة باش غادي نقطع البصلة. حاولوا ما أمكن ما تضحكوش فينا، الله يحميكم الوالدين. راه غير خوكم راكم عارفين يعني اللي زفرية راه زفري، راه غير في هذه اللحظة ماشي زفري. راه غير كيخوط راه الزفري غير في هذه اللحظة هذه، ماشي زفري ديال ديما. إيوا الله يهدي الجميع. صافي صافي. بعد ما قطعنا البصلة غادي نقطعوا الفلفلة الحلوة حتى هي، كلشي كما قلت لكم كلشي غيطيب هنا. والتقطع راكم عارفين راه هي ديال الزفري. صور شوفوا مصعب، طلع الكاميرا، بيني الكاميرا شوية. راه التقطع ديال الزفري لأصحابكم، واش حريفي في الطبخ، واش شي حاجه، واش محترف. ها نقطعوا هذا الشيء هذا ونخليوها طيب على خاطرها، ما تيش ما غاديش نديروها حتى الاخر. هي هذه الى الاخير. من بعد ما درنا العطريه اللي فيها الملحه والكمون والابزار والاخر والتصفيره وسكن شبيه، غنديروا الماء. راه هذا الماء هذا راه ديال الواد، هاد الماء هذا راه ديال الواد نيل. غندير واحد القدر ديال الماء، حيت غنمشيو تقريبا واحد الساعة، واحد 40 دقيقة، واحد 45 دقيقة عاد نرجعو ليها إن شاء الله. ها هي الكوميلا ديال الزفري أصحابكم، واش شي حريفي. غادي نقطعو الطماطة شاني حتى هي باش ملي نرجعو إن شاء الله نلقاو كلشي طايب، وما كاين غير عطيني شوية متشمر. بغيتي شوية هكا باش كاع نكتروها بزاف. الله اللهم سي الله يسخر. هاي الكوميله ديال الزفري هذا، ها الشباب اللي حريف الله يرحم الوالدين، ضحك غير بشويه. راه الخاصيه ديال التعليقات غنخليوها لكم مفتوحه، وعبروا كيما بغيتوا وخذوا راحتكم، وعطله سعيده للجميع، وبالصحه والراحه. الله ينفعنا وينفعكم وينفع الجميع. من بعد ما نصبنا الكوميله ديالنا خليناها طيب،
غادي نتحركوا ان شاء الله نمشيو ندير واحد الزياره خفيفه ظريفه للمغاره ديال اخيام. وانت غادي كتشوف هذه البركه هذا ديال الماء. ولكن غير الاخوان غير واحد التوضيح، هذا الماء هذا راه كاين غير دابا فاش كاين التساقطات الثلجيه، راه باقي شي بركه ديال الثلج هنا، داكشي علاش كاين الماء، داكشي علاش كاين هذا الماء هذا في الواد. اللهم بارك. هذا اللي كتشوفوه هنا العلف دياله ديال البعيم ديال الرحال، كيخليوه هنا وكيغطيو الميكا على اساس ما يفزقوش، ما تفزقوش الشتا. تبارك الله سبحان الله العظيم. وانت غادي للمغاره، المغاره هي غير قدامنا غير هنا ياك، كتشوف شي شلالات صغار بحال هذا مثلا، ولكن الاخوان نعاودها ونكررها كتوضح، راه غير دابا فاش كانت التساقطات الثلجيه فاش كاينين هاد الشلالات هادو. ما شاء الله اللهم بارك. هذا يا هذا، هذه ما عمرني شفتها، اول مره نشوف هاد نشوف هاد البارتيه هادي، ما عرفتهاش ديال من، ما عرفتهاش كاع علاش كتصلح. شوف شوف شوف، اسمع 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 الخليل ديال الماء، اسمع الصوت ديال الماء. الله سبحان الله المعبود. شوف خيرات مولانا، خيرات مولانا، اللهم بارك وزيد في ذلك. السي مصعب ياك، اللهم بارك وزيد في ذلك. اخوان كانت واحد العوينه هنا، ولكن سبحان الله العظيم ما لقيتهاش دابا، الى ربما الى مازال القدام، المهم راه ما شداش وصافي، ربما تكون الفيضانات كازي كازي متوخا. سير سير سير، ربما تكون الفيضانات اللي خربوها ولا اللي رونوها. اللهم لك السي مصعب الرفيق في هذه الرحله هذه. سير هز البوله واخا السي مصعب. غير هنا فقط الاخوان واحد الملاحظه لاحظتها انا مؤخرا، الواد راه تيبدل الجهه ديالو، تيبدل الجريان ديالو باش بالقوه ديال الفيضان. سير السي مصعب يلا بشويه عليك لا تطيح، سير يلا يلا. تبارك الله، شفت لكم واحد الشلال هنا، ما شاء الله 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 ما شاء الله. الشلال من بعيد، الله اكبر، خلق الله ما يشاء، خلق الله ما يشاء، سبحان الرب المعبود، سبحان الله العظيم. اخوان راه شي بركه ديال التجكرا باقا هنا، شي بركه ديال الماء كتجي من هنا، وشي بركه ثاني جايه من هنا. اللهم بارك وزيد في ذلك.